حاجه تخليك تشعر بالفخر وتشعر بالفخر وانت واحد من الناس اللي يسهموا في نجاحات النادي هذا؟ احنا قمنا بمهمتنا تجاه الفريق بتاعنا اللي كبرنا واللي علمنا. وترجي تداول بين الأجيال من يوم بعث الفريق هذايا لحد الساعة هذه، جات شخصيات مرموقة وخدمت الجمعية وقدمت معناها واجب العمل، وكل واحد حط لبنة في هذا الهرم الشامخ باش وصلنا مع بعضنا. معناها وإحنا محظوظين اللي عشنا الفترة هذه متاع عيد ميلاد المئة متاع الترجي. في الاحتفال اللي تعملت من الثقافة ظهر لي جمهور الترجي تو مازال يحب برشا تمشي، وحتى كي طلعت على السين ظهر لي الاستقبال كان كبير برشا. الترجي وجمهور انت كان الاستقبال هكا خاص شوية، هو بارك الله فيهم ربما شافوا فيا اللاعب وشافوا فيا المسير وشافوا فيا المحب الآن، وبارك الله فيهم لاعترافهم بالشيء اللي قدمته ماهيش مزية، وحمد المد بقاعد يقوم بعمل كبير ومعناها وظروف أصعب من الظروف اللي خدمنا فيها احنا. ظروف البلاد كانت أسهل للعمل في كل المجالات، والترجي دي ما حاشتها بناس تضحي من أجلها. ما الترجي ما تقبلش الناس اللي يجيوا لغاية في نفس يعقوب، وإحنا عبر التاريخ ما خلينا حتى حد يعني متطفل جاء تخلى على جمعيتنا. وهيئة الحكماء اليوم هذا هو دورها، ما عندها حتى دور سوى حماية عارين الترجي. بنبيت الكرة هنا تقوم جمعية أخرين بعدها دخلوا عليهم متطفلين لا لا يعني متطفلين نشوفوهم، خاصة بعد سقوط النظام بتاعنا معناها كل إنسان يحب يعمل اسم يمشي ينقز على الكرة بالكوارث اللي يخليها، فهمتني؟ أنا ماذا بيا معناها نحميه الجمعيات بتاعنا مش ترجي فقط، نحميه كل الجمعيات ونخليه إلا الناس اللي يجيوا للرياضة من أجل الرياضة، يحبوا الرياضة ويحبوا الشباب ويحبوا النتائج. ما كانش إذا ما ثماش المواجهات الرياضية بين ظفرين بين الأندية الكبيرة وتكون هي دائما في مستوى اللي عودتنا به، ما ثماش بطولة أفريقيا للنوادي التونسية وما ثماش بطولة أفريقيا للمنتخب التونسي. احنا في حاجة للاحتكاك وفي حاجة باش تكون كل النوادي الخصوم متاعنا تكون جاهزة. من عبيد تحكريم تقصد أش تكون تقصد سليم رياح نادي الفريق السابق؟ لا ما نحبش شخصا أنا، مش كان سليم رياح يتخلى الكرة واستغل النادي الفريقي، لا لا لا، ثم عدة وجوه أخرى جات للرياضة ولا علاقة لها بالرياضة، لا تفقه معناها في الرياضة ولا في التكوين ولا في حتى شيء، جاءوا على خاطر الرياضة تعمل الشعبية. لكن الشعبية متاعك رأي مش كما في السياسة، السياسيين يتم امتحانهم مرة في الخمس سنوات في الانتخابات، اللي يدخل للرياضة راهو يمتحن مرتين وثلاثة مرات في الأسبوع ويخيبة المسعى. وعلاش العنف هذا العنف الجديد اللي تخلى علينا؟ ثم نسبة كبيرة من الخطاب الجديد اللي عند المسؤولين، لا احنا باهين ما يحبوناش، لا احنا باهين وخسرونا، ما عادش حتى حد يتحمل مسؤولية الخسارة. علاش؟ خاطر ناس ما تعرفش الرياضة، وناس تدخل بوعود للرياضة، تدخل في الجلسات العامة بوعود واهية مش ممكن تحقق الوعود اللي تحكي عليها انت. معناها 14 نادي في تلقى 7-8 يحكيوا على البطولة، لا ما تنجمش 8 يهزوا البطولة وثم فريق يهز البطولة ثم زوز ولا ثلاثة ينافسوا على البطولة. لكن اليوم كل انسان يهرب المسؤولية، يا التحكيم يا الجامعة يا جهويات يحبوش المنطقة متاعنا، عيب ويمشي نمشيو. هابت بيين شنو رايك في التركه الثقيله اللي خليها في النادي الافريقي؟ كيف سيدي؟ قلت لك هابت بيين سالتك على سليم رياحه، التركه الثقيله اللي خليها في الكل. انا قلت والتسجيل موجود، طلبت من سليم رياحي قبل ما يخرج من النادي الافريقي باش يسوي وضعيه النادي الافريقي. حتى بيك انت بيه حتى ما استدعاك في ماتش هكا ولا لا؟ لا استدعتني باريس سان جيرمان، استدعاني رئيس باريس سان جيرمان. ما عنديش علاقه سيئه مع الراجل، انا ما نعرفوش من قبل،
لكن هو جاء النادي الافريقي، النادي الافريقي جمعيه كبيره برشا وعائله كبيره برشا، ما تنجمش تدخل وتخرج وقت اللي تحب انت، لا وقت اللي تخرج يلزمك تصفي الوضعيه اللي خليتها من عقود، من فواتير متخلده، من ديون متخلده، وانا ذاك يرحمونك على والديك. وهذا ما طلبته انا من سليم الرياحي، قلت ما عرفش يخرج، قلت انا ربي يوجهه خير، لكن نادي الافريقي راهو نجم نقول لك راهو مش حتى ملك احباء نادي الافريقي، نادي الافريقي ملكنا الكل، جمعيه كبيره وفي حاجه احنا النادي الافريقي، وان شاء الله في اقرب الاجيال معناها تفوت الفتره هذه الصعبه وينساها شويه الاعلام اللي هو قاعد يساهم من حين لاخر معناها في ارباك صفوف الفريق العريق هذا. نحكي نرجعوا نحكيوا على الحفل نتاع المئويه، فهني احباء النجم ما تقبلوش وجود رضا شرف الدين في الحفله. اللي ما تقبلش وجود رضا شرف الدين ما فهم حتى شيء من الكوره، ربما ثم شكون يغذي فيها، لكن رضا شرف الدين ماهوش اول مره يبرهن معناها انه رياضي ورياضي فذ، ومعناها يعرف اللي المواجهات بين الفرق راهي فوق الميدان وليس خارج الميدان. خارج الميدان نبقاو احنا مسيرين ومربين. كانت مئويه الكليوب ولا كنت تحضر انت؟ يستدعوني نحضر، ما عندي حتى مشكله. احنا علاش معنا تو نسمع انا نقول اه الترجي باش تمشي فر الطائره هي والنادي الافريقي، عملناها رانا قبلنا ومشينا مع بعضنا وسافرنا مع بعضنا وكرينا طيارات مع بعضنا واقمنا حفلات. سيد حمادي بوسبيع هاو موجود، ساعدنا هو وجبنا ورده جزائريه مع بعضنا وجبنا سبع فخري مع بعضنا وتقاسمنا الارباح معنا بين النادي الافريقي والترجي. علاش الاجواء هذه المفعمه بالمكايد وبالجيش؟ بخلاف الحب والانتماء شنو لازم تقدم للترجي في نصف الحالية توا؟ أنا؟ بخلاف حبك للفريق والانتماء ليه شنو لازم تقدم توا للترجي؟ وثم حاجة أكثر من الحب والانتماء نجم نقدمه؟ كيفاش تنجم تقف مع النادي في سوى نقص من ناحية العلاقات سوى مادية سوى حاجة؟ شوف حمدي المد بيعرفني ومسؤولين الترجي تعرفني وتعرفني فين انا موجود، ونجي نمشي نتفرج كل نهار حد وقت نبدا في تونس ونتنقل مع الفريق نتفرج، واذا ما نمشيش انا يمشي يوسف ولدي يتفرج. اذا يستحقوا لي في اي حاجه ياشروا لي. انت ما تقصد ما نجيش نقلق ناس قاعده تخدم. انا ما انا على فكره راني الحديقه من نهار اللي خرجت ما دخلت لهاش، لأن وجودي باش يربك الناس باش يكثر من القال والقيل. هاو جاء علاش جاء، هاو فلان لعب اه هو لعبه، هاو فلان ما لعبش هو نحاه. انا احتراما للنادي متاعي، احتراما لحمدي المد برئيس النادي، انا ما نمشيش حيث العمل وانا ما عندي حتى مهمه في الجمعيه. قابلته برشا مرات مؤخرا، ما صارتش هكا كونتاكت باش تحكيو باش تعاون الفريق ولا حاجه هكا؟ لا لا نتقابلوا نحكيو امور عاديه مع النادي وعلى الفريق ونقعدوا مع بعضنا نهار المباريات. انا ما ندخلش خشمي في ما لا يعنيني. الفريق قادر يفوز بالشامبيونز ليج مره اخرى الموسم هذا؟ صعيب، خاطر لو ترجع للتاريخ قل وانا در انه نادي ربح البطوله في زوز مناسبات متتاليه. اي قلت قل وانا در. طيب وهذاك علاش قلت صعيب؟ يبقى ان الفريق اللي عندنا توا بامكانياته افضل من الفريق اللي فاز بالبطوله، باش الجمهور يعرف اللي عندنا القدره تاع الفوز ويزم مساند الفريق ونمشيو خطوه خطوه كيما عملنا عم ناول، نطلع من المجموعات نوصل للمربع الذهبي اللي هو نعتقد انه مكاننا الطبيعي. من بعد ثم برشا عمل وبرشا حظ اللي نجم ناكدوا اليوم اللي الترجي قاعده تعمل واللي الترجي قاعده تنجح واللي الترجي قاعد يتحسن واللي مدربها معناها قاعد ياخذ ثقه، معناها من مباراه لاخرى ياخذ ثقه في روحه. لو يبقى انه احنا في حاجه لدعم الجمهور بتاعنا ومع بعضنا ان شاء الله نهزوا البطوله هذه ومع بعضنا كذلك
ما نخليوش رئيس النادي وحده وقت اللي الفريق ما يربحش، يلزم مع بعضنا في الخسارة مع بعضنا في الربح. كولاني شنو ينقص الفريق طبعا وإلا ما تكامل تشوف ما ينقصه؟ سؤال محرج ماذا بيا من نجاوبش عليه. ما نحبش ندخل في الفنيات، تولي كاني تنبير وأنا ما نحبش الحكاية هذه. ما نحكيش في حاجة تهم الترجي على الملأ من الناحية الفنية. كان سألني المدرب ولا سألني رئيس الجمعية يمكن نعطي رأي ونتسائل ربما، لأني علاش ما نحبش زادة نعطي رأي أنا في الفنيات فيما يخص النادي، لأن أنا ما نتفرجش في التدريبات، نعرفش كون حاضر نعرفش كون مش حاضر نعرفش كون جاهز، فهمتني؟ لذا نقولك علاش ما لعبش فلان ولا تلعبش فلان، ربما ثم أعذار موجودة وكذا أنا ما نعرفهاش. فبالتالي أنا طالما أنا بعيد ماذا بيا ما نتكلمش في الأمور الفنية. تعتبر أنجح رئيس شدة ترجي التونسي؟ لا لا لا، تعتبرش روحي أنجح. ثم ناس نشعت وما هزتش ألقاب، هو كي تحافظ أنت على الترجي وعلى سمعة الترجي وتنمي فيها معناها تكوين نشئ وتنمي فيها البنية التحتية، هذا يعتبر نجاح، لأن النتائج تمشي وتجي. فبالتالي أنا أعتبر دائما أفضل رئيس في الترجي هو الرئيس اللي يخدم. احنا كنا في التاريخ تو حمد المدب هو اللي قاعد مشينا في الجمعية، هو أفضل رئيس. غدوة ما تقول الدبلوماسية سيسليم تكون أحسن رئيس في الترجي؟ والله لا ورأسك، معناها صدقني معناها يعني شادي زويت إن الله يرحمه هز لقب ولا اثنين 36 سنة، نعتبره شادي زويت ما نجحش. شخصية الترجي متأتية من اسم شيرلي زويتن اللي كونوا الترجي، الحلم هذا اللي عايشينه احنا ما زوش القاب، شو نعتبرهم؟ هم أنجح رؤساء إذا تحب نلوجوا شكون أكثر، هم أنجح رؤساء. لكن نقول لك أنا دائما الرئيس اللي قاعد يخدم توا هو أفضل رئيس. معنى نهارت اللي يمشي حمد المدب الرئيس اللي بعده بشكون افضل الرئيس، واللي يمشي اللي بعد حمد اللي بيجي بعده هو افضل الرئيس. ديما رجل امنا هو ابونا. لا 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 لا، بعيد انا راني على الدبلوماسيه، بعيد برشا 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 على الدبلوماسيه. هذا الواقع وهذا اللي لازم يفهمه جمهور الترجي، باش ما عادش يحتج، باش ما عادش يسب المسؤولين وقت اللي النتيجه تغيب. نعطيك مثال، خساره في تونس احنا نتفرجوا في التلفز، نتفرجوا في البونتو ونتفرجوا في الباس وفي الديبوردمون، لكن العبرة ما نستنتجوش العبرة من اللي قاعد يحصل. ريال مدريد وما أدراك ما ريال مدريد، 3 مباريات متتالية تخسرهم في الكامب نو، شفت شي كرسي في الـ في الـ في البرنابيو، شفت شي كرسي طار؟ مستحيل أبدا. شفت شي جمهور هاجر الملعب؟ عقلية أخرى. شفت جمهور هاجر الملعب؟ علاش ديما نحكي ولا عقلية أخرى؟ وين احنا من هذا؟ وين من هذا احنا؟ فلذا انا نحب احنا مش جاب خسائر توش تقلب عليه. انا نحب الرساله نتاعي ديما تول جمهور ترجي، تحب جمهور ترجي يتغير، تحب جمهور ترجي يساند الفريق، نحب جمهور ترجي يقف مع رئيس النادي ولو يختلف معاه. ما نتصورش انا حمدي المدب 100% من احباء ترجي يحبوا حمدي المدب، ولا 100% يحبوا سليم شيبوب وقت اللي كنت انا رئيس. ثم ليش ما تحبنيش؟ لله في سبيل الله، حاب يمد نفس الشيء، يخدم ويضحي، ثم شكون ما يحبش، وديما معناها انتقادات وكذا. احنا يلزمنا نتغيروا لمصلحه الجمعيه. من يعني جمهورنا مكلفنا يمكن مليار ولا مليار ونص خطايا، هل يعقل؟ هل يعقل جمهورنا يكلفنا واحنا ربحين مليار ونص خساره بين الاتحاد الافريقي وبين كاس العالم وبين البطولة التونسية؟ هذا ناس غير مسؤولة. أنا نحبهم يتحسوا ويعرفوا كل الفلوس اللي قاعدين ندفع فيها خطايا هذيك راو نجم تكون انتدابات، نجم تكون تكوين لاعبين، نجم تكون بنية أساسية. أما نقعدوش نصرفوا الفلوس على الخطايا وعلى التجاوزات اللي ما عندهاش معنى. ما زلت تحتفظ بعلاقاتك في الكاف وفي الفيفا؟ علاقاتي دائما موجودة في كل المستويات، في كل المؤسسات الرياضية اللي خدمت فيها عندي علاقاتي بدون شك. شنو رأيك في خروج بلاتيني من الفيفا؟ حكيت مع اسمه، حكيت معه على الخروج نتاعه،
والله كلمته بعد ما روحت انا مسكين ما عقلنيش، يمكن الصدمه اللي جاته والمشاكل اللي عانيها وكبر السن بتاعه خليته معناها عرفت بروحي في زوز ثلاثة مناسبات باش استرجع وكذا اللي صار في الفيفا، يعني طبيعي وطبيعي جدا. بالنسبة لعيسى حياته، عيسى حياته متعرف ثم مشكلة ديما الإنسان ما يعرفش ينهي المسيرة متاعه، يعرف كيفاش يبدأ المسيرة متاعه ما يعرفش معناها كيفاش ينهيها، ديما ناس معناها تنسى روحها في الكرسي ويحصل من حين لآخر أشياء، اللي لأن عيسى حياته قدم الكثير للكرة الإفريقية، معناها في سواء معناها تسيير البطولات الإفريقية، تأهل الأندية المنتخبات الإفريقية، كنا فريق ولينا باثنين ولينا بخمسة ومطالبين زيادة، لكن جاء وقت اللي كارو هو وحده معناها خلى البلاصة صغيرة. عبد القادر الحسن تراجع شوية على الكلام اللي قاله في حقه في تصريح في الإكسبريس، بارك الله فيه، إذا تراجع معناها احنا ما نجموش نغلطوا الرأي العام ولا هو رب، أنا ما رأي حتى نكون واضح معك راني أنا ما سمعتوش تطرح علي سؤال وقالوا لي راه قال أنا راني لعبت وما عنديش كونتراتو، كما قال طارق ثابت قال احنا كنا نلعبوا من غير شهريه، تلعب بدون شهريه اخي، كان ثم شهريه في الكره اللي دخلت الترجي عام 90 ما كان ثم شهري، كان ثم بريم دو ماتش. وعبد القادر وقت اللي جبته انا كان ثم ليسونس ما كان ثم كونترا، قال انا لعبت من غير كونترات وما ثماش كونترا، لي كونترا دخلوا عام 97 فهمتني استاذي، العقود دخلت عام 97، هو قال انا ما كنت لعبت من غير كونترا، على كل انا كل انسان يخدم معايا ياخذ حقه واجتهد. حتى عيادي الحمروني ده جون بتاعه كذب في زمان، كذب عيادي الحمروني، عيادي انا ما عادش نحب نحكي في الموضوع بتاعه لان صرف النظر معناها بالنسبه لي انا معناها ستون جروند ديسيبسيون، وقت اللي يتمادى في الكذب ويتمادى في مغالطه الراي العام ويقول انا عندي عقد ب 800 الف دولار ورئيس ترجي رفض، علاش نرفض؟ في حين هو مشى الامارات وعمل تيست وقالوا له برا روح، ما نجحش في التيست نتاعه وخذاه قالوا شابواليا، ومن بعد كي مشى للسعوديه الترجي تنازل على مستحقاته اللي فات عادي الحمروني، ومن بعد يجي يقول لك انا سليم على لعبت البيس انا وياه ما خلانيش ولعبني مضروب وعلى كل نقفلوا المسار بتاعك بيناتكم. لا لا يقول ايضا ما حبيتش عزيز زهير كيشد بعدك الترجي ينجح، ديجا علاقتكم متوتره كانت نوعا ما. ابدا علاش ما حبيتوش ينجح؟ بسال فيك علاش؟ اكيد سمعت وصلك للكلام هذا. انا عندي ما ملوم عليه فهمتني، ما جاتش الفرصه باش نحكيه، ولكن ما نجمش نمس مصالح الترجي انا ما يجيش. حتى مؤخرا ما حبيتوش؟ لا 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 احنا نتقابلوا انا عارضا ما قعدناش وعلى وحكينا يعني فاس فاس لي زيو دون لي زيو معناها لا لا ما هذا ما صارش، لكن انا ثم المره الاخرى في التلفزه حكم قال ثم مسؤول وسماه في مباراه حمل الفجري وراه يقول له بعثك لي جاسم شيبو، هذا مسؤول عقاب الزمان توا معناها يقول له سليم شيبو بعثك لينا، معناها من ناحيه انا الفرق اللي ضد الترجي تتهمني انا معناها باش الحكام يخدموا للترجي، والسيد هذا يجري وراء الحكم ويقول له بعثك لينا سليم شيبو. مسؤول في الترجي توا؟ اي اي زي يخدم توا؟ اي اي سير رياض بن نور. اي اي علاش؟ ما نعرفش يعقل هذا؟ ابدا ما نعرفوش انا عمري هو بيدو قال سالوه وانا في الغايب قالوا تعرف سليم شيبو؟ قال لهم لا انا ما نعرفوش ما يعرفنيش هو. مش كنتوا تقعدوا مع بعضكم قبل؟ ابدا ما نعرفوش. عمر ما قعدت معاه؟ ابدا
لا بجد بالفعل منين نعرفه؟ معرفوش، عم سمعت بيه قبل في الطريش. قلقتك الحكاية؟ الله شو تقلقتني؟ مسؤول في الطريش يجي يشكك في أنا؟ وقال الحكم في التلفزة، قال الحكم مكرم اللقاء ما أعتقد اللي في التلفزة في تونسنا، قال يجري وراي رياض بن نور يقول لي بعثك لي نسيم شيبو. باش تعرف وين وصلنا. كيف انا كمل تصريحات هكا برشا عباد تكلموا في حقك انت وممكن انت ما جاوبتش برشا زاد. مثلا رياض البوعزيزي قال في تصريح في الجنوبيه سليم شيبو كان يهبط تشكيله في المنتخب. اذا هبط التشكيل هاني بطل افريقيا ولعب الدور النهائي ولو دور نصف نهائي مع شكون هبط التشكيل؟ كلام مردود على ماليه. ما مصفيفة. ابدا من عباد تكلمت فيك لفايت وشين طارق فياب الزغيدي سلاح الزحاف وكل تهمك بالتاثير على الحكام والافساد الكويت في تونس. ان شاء الله يفسدوها هما كما فسدت هنا، ان شاء الله يفسدوا الكره كيف في وقتي انا، ان شاء الله يحققوا النتائج اللي حققتها الرياضه مش الكره، مش ترجي كره تونسيه. ماذا بينا شكون يجي مفسد كيفي انا ويعمل النتائج اللي تعملوا على الصعيد الوطني والعربي والافريقي والدولي. مثلا بطوله افريقيا 2004 مساهم فيها سليم شيبو، كنت رئيس لجنه التنظيم في وقتها. ربنا يعلم، ربنا يعلم. على كل اللي ثم حد ساهم فيها وعمره ما تذكر هو رشيد بن خديجة. كيفاش؟ ساهم وكان يوميا يتابع في التعيينات نتاع الحكام باش ما تتلعب لناش حاجة في تونس، وفطلنا بمكايد وتصدينا لها، لكن عمرنا ما قلنا الكلام هذا، وعمرنا ما حابين نلعبوا الدور البطوله الوهميه. شنو كان المكايد دبرت؟ كيفاش تو انت تعرف تعيين الحكام وتعرف الحساسيات وتعرف التوجيهات وتعرف كذا. رشيد بن خديجه كان هو العين السهره مع الحكام، كانوا اعتقد في الحمامات او كانوا في مكان، هو كان مكلف، انا كلفته وقتها انا في التنظيم باش يكون يوميا حريص باش ما تقعش تأثيرات، وغيرنا في مناسبة ولا اثنين اعتقد حكم مباراة نتاع تونس. عمرنا ما قلناها الكلام هذا. او رشيد بن خديجة حي. يعني ماتش؟ والله نجمش نرجع لك انا هو ماتش، لكن على الاقل محامة حكم مباراة نيجيريا على الاقل. والماتش هذاك تقال برشا كلام عليه، حتى تونس وقتها حتى البينالتي اللي خبيناها وقتها ما بتعرف تونس شكوا في كل شيء. في حقنا تم هفوا على زياد الجزيري واضحه، ربما حكم اخر ما يعطيهاش. هو زياد قال ما كان فماش هفوا. لا ثم في تصريح لي قال ما لا ثم هفوا، ثم هفوا على كل. حتى كان ما ثماش هفوا، انا نفضل الحكم يغلط الفايتي ولا يغلط ضدي، خاصة في مباراة شفته مثلا البارح ريال باريس سان جيرمان و مانشستر يونايتد. لولا الفار تتبدل هوية المدرسة، تولي باريس سان جيرمان و 50 60 مليار زيادة معناها مداخيل، وش يقولوا؟ يقولوا حكم شريته باريس سان جيرمان ولا غلط؟ الله غالب يزمو يغلط في كل قرار بتاع حكم. هذا اللي ما يتقالش في تونس، القرار نتاع الحكم آني في لحظة يزمو زفر. وتلقى ناس قاعدين في فيديو في 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 في, في بلاتو وفيديو تعاود جيب لي منها رجع لي منها لا جيب لي الأخرى جدا من هنا، بعد درجين باش اشتر يتفقوا اللي هو بونتو اشتر له ويقروا أن الحكم مرتشي، وهما ما لقاوش ما نجموش يقروا أن بالفيديو ضرب جزاء أم لا، في حين أن الحكم عنده لحظة ثانية أقل من ثانية باش يزفر هفوة. البارح آنيا زفر ركنية، كلموه في الفار قالوا يجي ثم حاجة ما ريتهاش، جاء حتى ضرب جزاء. شكون احنا في القرارات في حكام تونس ينجم يعيط بالفار عندنا؟ البارح احنا
عندنا 20 كاميرات 30 كاميرات تصور مباراه كره قدم. تو ما عاد ثم مشاكل مع ثم حس. بيك كيفاش تقيم فتره رئيس وديع وديع الجيري للجامعه؟ وديع الجيري تقال فيه برشا كلام. هو طول معناها في الجامعه. من الطبيعي جدا ان تكثر الانتقادات والرواسب نتاع موسم هذا والموسم اللي قبله واللي بعده. فيش باش تحكم على وديع الجيري؟ تحكم عليك النتائج. المنتخب كرة القدم التونسية. كرة القدم التونسية اليوم عندها نوادي تلعب في الأدوار النهائية في بطولات أفريقيا وفي البطولة العربية. كرة القدم التونسية مشات لكأس العالم اللي هو يبقى هدف في برنامج أي رئيس بتاع جامعة. إذن تعتبر انه وديع الجيري خويا مش كان هذوما السيستم، فما التحكيم، فما الشوب منتخبات الشبان زاد، فما الفلوس. طيب طيب وقتاش عملنا نتائج في الشبان؟ وما نعملوش نتائج في الشبان. السبب واضح. جيبوا ولد 15 تلعبوا مع 20 ما تنجمش تربح. مهما عملت فريق. تلعب مع غانا، تلعب مع نيجيريا، ثم ثلاثة وفي العام في السن هذاك عام عنده معناها عنده قيمة. عام فقط. عنده قيمة. إذن تقول لي التحكيم لو كان ثم فريق برك مستفيد تنقوله، لكن الفرق كلها تشكي. إذن هذا كمستوى كرة القدم التونسية وهذا كمستوى تحكيمنا. وكيفاش تحب أنت الحكم في تونس يهبط يزفر نهار اللي تعين لحد ما يوصل للمباريات ما بقاله حتى شيء من التركيز. جرائد تسب، اعلام يسب، لي ريزو سوسيو فيسبوك يسبوا. فالحكم في تونس ما عادش ينجم يغلط في توش تماس، ما عادش عنده الحق يغلط فيه. عنف حجر هذا مش مسؤول عليه وديع الجيري. توا هنا جبنا يمكن غلطه، عمل غلطه وديع الجيري، غلطه وتشبث برايه في موضوع معين اللي هو الحكم الأجنبي. على ماتش السوبر حبيته يتبدل معك. لا 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 مش على السوبر، نحكي لك الالتجاء للحكم الأجنبي. توا كي ولاو يجيو حكام أجنبي ما زلت تسمع بوديع الجيري في الاتحاد الرياضي؟ عاش. وأنا نعتقد دائما أن اللجوء للحكم الأجنبي هو هي حماية للحكم التونسي. ويا ريت البلاتوات يعملوا زوم على هفوات الحكم الأجنبي، كان يعملهم حكم تونسي المباراة ما تكملش. الحكم الأجنبي يغلط، الحكم التونسي يغلط. لما الحكم التونسي يغلط ديما نلوجوا علاش؟ ما هو على خاطر يحبوا، على خاطر يكرهوا، على خاطر جابوا فلان وبعثهن لفلان ودزوا فلان وشراه فلتان. في حين أنه من الطبيعي جدا باش حكم يغلط، وأحسن حكم هو اللي يغلط أقل، مش هو اللي ما غلطش بالكل. لكن الله غالب، احنا مش مسموح. تو قلت لك قبل اسكت اش ترجع ترجي ولا قلت لي ليه نجم نشوفوك في منصب رياضي اخر؟ والله شوف في الحياه ديما الانسان يكون عنده طموح. اولويات. لا الطموح هذيك طبيعي جدا، اما اولويات اليوم انا اولوياتي غير، ماهيش رياضيه، انا عندي مشاكل نتمم فيها ونسكر فيها. انا قلت لك عندي اموري شخصيه قاعد ننظم فيها. لكن بالخبره نتاعك والاكسبيرونس والعلاقات تنجم تفيدك ولا في تونس مش حتى كافه تراجي حتى ثم رجال لازم تشوفك في الجامعه. لا لا الله لا 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 ليه يا راجل يا راجل شو الجامعه؟ توا حد عقلك كيفاش الجامعه؟ مع التوتر اللي موجود في الكوره معناها كان تضرب الكوره تضرب على البار في السيرس لما يقولوا سليم شيبو تضرب في بير علي بن خليفه ولا يقول لك هذه سليم شيبو واش دخلني انا يا رسول الله؟ معناها الرياضه انا شوف علاقتك بها كمحب للترجي توا فقط. انا علاقتي كمحب وانا دائما ولا زلت نقول نهارة اللي باش نتخلص من المشاكل اللي عندي اهم حاجه نحب نساهم فيه هو التكوين شبان للترجي. هذه هي طموحي. كيفاه ما فهمتش؟ تكوين شبان. ستة وعشرين ساعة.
كما لا تقص واحد أربعة ساعة معناها الناس بيشوفوك رئيس في شبان في الغزة لازم هو رئيس من غير تسمية من غير تسمية من غير شيء. أنا نحب غدوة نعتني بشبان كما كنت معتني بهم قبل. بيه اسكو كان موجود صراع مع طلاب الزيرو وما في الفريق وانت في الترجي؟ ما نعرفهمش، ما عادش بيهم حلقة. أصهارك أصهار رواحهم أنا ما نعرفهمش، نعرفهمش كي قولك ما نعرفهمش نعرفهمش. معناها كان موجود خلاف صراع؟ ما عادش خلاف يا راجل، كيفيت عندي خلاف ما ناس نعرفهمش، ما نعرفهمش ما نعرفهمش بتاتا. أنا خرجت في 2004 وما يكون جاو للفريقي بعد ما نعرفش انا ما تجاو ولا ما عنديش بهم علاقه. بي نحكي شويه في الامور بعيده شويه على الكوره، كيفاش خدمت البلاد وكيفاش عشت 14 جانفي؟ عشت 14 جانفي ككل انسان تفاجئ بالموجه هذيك اللي جات وخروج الرئيس وسقوط النظام بتلك الطريقه. وكيفاش خرجت من البلاد؟ لا كنت في مهمة خرجت. قال بشكل عام يعني وقت هاو في المستير هاو تشد في المستير. أيوة. لا الغريب في الأمر ثم تلفزة عملت فيلم كامل فيلم وخبر عاجل وطلق الرصاص على سليم شبوب وولاد صغار تجري ورا كاميونة وعيطوا باسمي أنا وكذا أو حاول الناس أن النظام هذايا معناها مشى تشرذم وناس هاربة وكان ناس قتلنا رواح وانا كذا كان كلها معناها باش ساهمت في سقوط النظام. والحقيقة شنو هي؟ الحقيقة انا سافرت يعني عن طريق مطار تونس قرطاج قبل بثلاث ايام. وعلاش اخترت المغادرة اكثر؟ مغادرة؟ سافرت انا عندي مشيت في مهمة. معناتها بطبيعتي كنت مسافر؟ بطبيعتي يعني كل نسافر كل جمعة جمعتين يعني اخترت المغادرة. شنو اللي ثم هو كان في تونس مش واحد يخرج كان ثم ضرب وانا مضروب. من ديسمبر وقتها كانت الامور يا اخي تسمع باخبار في تالا وفي القصرين تقول ما كانش عندنا اعلام. اليوم عندنا اعلام وتعرف معناها صاير شو ما صاير شو اللي مو صاير في تونس. يقول لك ما ثم شيء في الجزيره يقول لك البلاد محروقه وتونس تلتهب وانت في تونس ما عندك شيء. تقول ما دام في تونس ما ثم شيء ما دام في القصرين ما ثم شيء. تعتبر البلاد بعد خروج الرئيس السابق قدمت وقفت الكتاب في عدة مؤشرات باش تتطور؟ شوف احنا وصلنا للوضعية اللي الامور ما تنجم كانت تتحسن على الاقل وصلنا للقاعدة خير ولا اهم شيء معناها انه المجالات اللي تحسنت فيهم هي مجالات نخبوية اعلام حرية تعبير هذا تستفيد منه النخب فقط. الشعب أموره تعبة ما يلزمش يتواصل. هذا تكلمنا على التمييز الإيجابي ما شفناش. المناطق اللي كانت تعبة في وقتنا احنا ما زالت تعبة ربما زادت. يلزم ناس كل اليد في اليد ونعاودوا من معناها حطوا البلاد على السكة ويرجع النمو ويرجع الاستثمار وباش كيفاش تحطوا على السكة؟ عندك طموحات سياسية مثلا؟ لا 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 السياسة ما تعني لي شي برشا حاجات بالكل في نطاق التطوع. غدوة كي تبدأ أموري باهية في نطاق التطوع في نطاق العمل الاجتماعي عندي بعض الأفكار خليها روحي. لو كان كل تونسي اليوم ملزم باش يختار حزب ينتمي له شنو الحزب الأقرب اللي تمشي به؟ قلت انا راه شنو الحزب؟ قلت الحزب تكون المرجعيه نتاعو دستوريه. اللي توا شنو الموضوع؟ كل الاحزاب اللي المرجعيه نتاعها دستوريه. النداء، تحيا تونس، عبير موسي، كل هذه احزاب يعني المرجعيه نتاعها دستوريه. ان شاء الله معناها تتلم كلها مع بعضها وان شاء الله معناها تكون الفكرة السائدة لم شمل الدساترة والتونسيين كلهم بدون إقصاء. عندك اتصال بالرئيس السابق؟ سيدي؟ عندك اتصال بالرئيس السابق؟ لا. آخر مرة اتصلت بيه وقتاش؟ في مناسبة ولا اثنين وأنا في الإمارات. باركت له على زواج بنته؟
سيدي باركته عز وجل. لا لا ما عنديش اتصال بيه بالكل. لا انا قلت لك ما عنديش اتصال. هذه انا ما عنديش اتصال بيه من عام 2002. العلاقه ما سبب ما عنديش اتصال برئيس الدوله الاسبق منذ سنة 2002. علاش؟ لأسباب انقطعت بها العلاقة ولم تعد أو تستمر من جديد. واضح. يكسح. بارك الله فيك.